المياه اللي احنا بنشربوها دي مش ادميه نهائي. لو انت جبت شويه مياه وحطيتهم في كوبايه الومنيا وبيته للصبح هتلاقيها منجره من الملح اللي فيه. البيوت جربت تقع من الصرف. العربيه بتيجي بتنزح تاخد 85 جنيه و90 جنيه كل اسبوع، اي اقل بيت عايز له عربيتين ينزح. الضغط العالي على الجمعيه الزراعيه وعلى بيوت الاهالي، الناس عاوزه تعمل حطين تقعد فيهم، يصير لنا بس الضغط العالي والصرف والميه تكون نظيفه. المواسير السبيس قاعده ما زالت لحد الان ما اتشالتش. عاوزين البوسطه وعاوزين الصرف الصحي وعاوزين حاجه مثلا تتعامل ان هو تنفع البلد. شكرا ليك على المبادرة الحلوة بتاعتك من الستينيات، ما حدش بص على القرى الفقيرة في الصعيد بالذات، وانت تشكر يا رئيس انك انت عملت المبادرة من سنة 60 ولا قبل 60. ما حدش شاف البلد نزل فيها الكلام ده غير الايام دي بما يرضي الله. نشكر الرئيس على ما عمل والمبادرة اللي عملها ومنفعة للأهالي والفلاحين. فاحنا بنشكر الرئيس ان هو وجه النظر للمركز